نحن في البرلمان الكويتي ندعو بصدق إلى تعزيز التعاون البرلماني بين أذربيجان والكويت على مختلف المستويات، على مستوى التنسيق والتعاون في المحافل البرلمانية الدولية والقارية، وعلى مستوى وفود الصداقة بين البرلمانين، وعلى مستوى تدريب وتأهيل الكوادر في الدولتين الشقيقتين، ناهيك عن الرغبة في توطيد التعاون والتواصل الدائم على مستوى الرئاسة. وأنا هنا أقول للصديق معالي أوكتاي أسدوف إننا نتطلع إلى رؤيتكم في الكويت قريباً، وأن تعتبروا كلامي هذا بمثابة دعوة رسمية لكم لزيارتنا في أقرب وقت ترونه مناسباً. شكراً لأذربيجان مرة أخرى على الدعوة الكريمة، وللشعب الأذربيجاني الذي ظل برغم قسوة السياسة والجغرافيا مخلصاً لأرضه وثقافته وتاريخه ومخزونه الثقافي التاريخي. نقول له شكراً على حسن الضيافة وكرم وفاده.